قتل سعاد حسني في كتاب جانجا، نشوف هذا الجزء، من تتهمه بشكل مباشر بقتل سعاد حسني وفقا للدلائل اللي قدمتها ووفقا للاستنتاجات. ومن أهم ما جاء في الكتاب أيضا، ادعى موافي وهو الاسم الحركي لصفوة الشريف في التحقيقات أنه قام بتصوير سعاد حسني في مشهد مخل بالآداب. وأنا هنا أكشف أكاذيبه، لأنه لو كان لديه شريط جنسي لسعاد حسني لهددها به ونجح في التحكم فيها وإجبارها على تنفيذ تعليماته، إلا أن ذلك لم يحدث، بل إن سعاد حسني كانت أقوى منه وسجلت بصوتها شرائط كانت ستفضحه، وعندما علم بذلك خطط لقتلها وتمت تصفيتها بنفس الأسلوب الشهير وهو الرمي من البلكونة. قتلت سعاد حسني لأنها تملك بعض الحقائق والمعلومات والخفايا والأسرار، ده اللي انت عايزة تقوليه؟ أيوة، هي هو ده الحقيقة، هي دي الحقيقة. كان عليها ضغوط كتيرة وأنا أثبتت لك الضغوط دي، وكانت المخطط شكله إيه، ده لا جدال عليه، ده اللي حصل ده اللي حصل، وعندك مستنداته كله من أول للآخر. ومين اللي كل واحد لعب دوره ازاي يا أستاذ وائل، وجايبالك دوره ودوره أدى لإيه، طيب وفي توقيت محدد وفي معين وهدف. الكتاب مش سهل يا أستاذ وائل، الكتاب صعب وعايز يعني حد بيقرا لازم يركز قوي، مع ان انا كاتباه ببساطه، لكن عشان المخطط كان قذر جدا وكان في عدد كتير من الناس اشتركوا فيه، ممكن يكونوا اشتركوا هم مش عارفين بيعملوا ايه، بس هم بياخدوا اوامر يعملوا كذا خلاص، ومش عارفين النهايه هتبقى ايه، لكن ده ما يعني مش معناه ان هو مش مشترك في الجريمه. طيب، لان في كذب وتلفيق وما فيهوش اي نوع من الحقيقه، كل ده ما فيهوش اي نوع من الحقيقه، وانا بثبت لك ده. طيب بس هو هنا يوصل المساله انه سعاد حسني هتتكلم هتحكي هتقول، فلابد من كتم صوتها كتم انفاسها، يعني في حد هيفكر يا استاذ وائل في القرن ال21 كانت متفقه على تسجيل مذكراتها بالصوت، وكانت بتعمل ده وهي جوه المصحه، وعندك مشهد في المشاهد دي فيديو بثبت لك ده، وكانت متفقين، وفي ناس رايح لها لندن ومتسنينها تخرج من المصحه، وفي المقابله واتفقت معاهم على كل حاجه، صوت وصوره بقى، ما فيش برضه صوت وصوره، كل حاجه بالحقائق يا استاذ وائل. انا مش جايب حاجه من عندي، انا ما جبتش حاجه من عندي، انا كل اللي عملته اللي انا جمعت كل المستندات والمعلومات والمشاهد والاوراق، كل الحقائق جمعتها وربطت كله وحطيته لك في حاجات بالصوت والصوره، وفي حاجات عندك بالمستند والدليل والشهود، انا ما قلتش حاجه من عندي، انا جايبه كل حاجه، بس كل الحاجات اللي انا ربطت كل المواضيع ببعضها مش اكتر.